كراكوف عاصمة بولندا السابقة تضم مباني أثرية كثيرة، منها كنيسة مريم في ساحة السوق التي يطلق برجها كل ساعة أنغاما خاصة بكراكوف. كان هذا البوق يعلن في العصور الوسطى عن أوقات فتح وإغلاق بوابات المدينة. قبالة الكنيسة مباشرة تقع أسواق كراكوف التاريخية التي بنيت على طراز عصر النهضة الإيطالي، وتضم اليوم متاجر صغيرة لبيع السلع البولندية التقليدية كأزياء منطقة بولندا الصغرى التي تشكل كراكوف مركزها. بواسطة عربة يجرها حصان يمكن التوجه من ساحة السوق إلى القصر الملكي في فابيل، والذي شيد قبل حوالي 1000 عام. في الكاتدرائية المجاورة قبور كثيرة لملوك بولنديين. في القصر كانت تعيش عائلة بولندية ليتوانية نبيلة حتى نهاية القرن 16. هنا في مقر الملوك في بابل بدأت الدولة والهوية البولندية، لذلك يعتبر القصر نصبا تذكاريا لا بد لكل بولندي من زيارته. في أسفل القصر وعلى ضفاف نهر فيسوا يوجد تنين كراكوف الشهير الذي يقال إنه كان يفترس الفتيات في الماضي، واليوم تعتبر صورته من الهدايا التذكارية المفضلة. على بعد نصف ساعة بالسيارة نحو شمال المدينة يقع منتزه طبيعي يقصده سكان المدينة للتنزه وتسلق الجبال. يأتي برادوفسكي إلى هنا منذ 15 عاما للتسلق، ويتدرب على ذلك في أواخر الخريف بينما ينظم في الصيف مسابقات للتسلق. في عام 2013 أدرج وادي الجبل ضمن قائمة العجائب السبع الجديدة في هولندا. هنا يتدرب كل من يرغب لاحقا في تسلق جبال الألب أو الهيمالايا. رياضة تسلق الجبال هنا أصبحت أكثر شعبية، بحيث أصبح الكثيرون يفضلون البقاء وعدم الذهاب إلى الجبال العالية. تسلق الصخور هنا أيضا يعد تدريبا رائعا وفرصة مثالية لقضاء أوقات جميلة في الطبيعة. على الجانب الآخر من المنتزه تقع أطلال قلعة رابشتين، وهي من بين 20 قلعة تقع على امتداد الطريق بين كراكوف ومنطقة جستخوفا التي يحج إليها الكثيرون، ويربط بين المدينتين طريق للتجول بطول 163 كيلومترا. أطلق على القلاع اسم أعشاش النسور لأنها تقع على هضاب مرتفعة. القلاع كانت تشيد لغرض حراسة الحدود وحماية السكان. عودة إلى كراكوف. في المساء تزدحم المقاهي في المدينة القديمة بالزوار. مطاعم بورغرانياس هي الأكثر شعبية بين السياح، وهي مطاعم مختصة بالفطائر البولندية التقليدية. حي الفنانين هذا لا يجتذب أعدادا كبيرة من السياح، لذا فمعظم رواد حاناته من الطلاب، وكراكوف هي أقدم مدينة طلابية في بولندا. لوكاش وكاميل انتقلا إلى الدراسة هنا، إنهما يستمتعان بالحياة في وطنهما الجديد وكذلك بالبيرة المحلية. كراكوف مدينة رائعة للطلاب، ففيها العديد من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها مساء كمراقص الديسكو والبارات والنوادي، والأسعار مناسبة للطلاب. مدينة ترغب في أن تكون حديثة أيضا، وعلى الرغم من تقاليدها العريقة ترغب في أن تكون جذابة للأجيال الجديدة.